معلمة من كوني إحدى معلمات اللغة الإنجليزية بمدرسة قبيا، معلمة للصف الأول ابتدائي. عدد الطلاب عندي بالصف كان يتراوح ما بين 40 و45 طالب. مثل كل هالأساتذة والطلاب كمان اللي كنا متشوقين للعودة للعام الدراسي، بكل أسف بسبب الأحداث الأمنية الأليمة اللي صابت مؤخرا مخيم عين الحلوة، وطبعا ما ضرت بس أهلنا بالمخيم الأعزاء، أيضا طاول ضررها المباني المدرسية، وبالتالي تسببت بضرر لواحد من أهم مجالات الحياة والمجتمع وهو التعليم، بحيث أنه عامنا الدراسي انصاب بجرح كبير ونتج عنه عدم قدرتنا كأساتذة وكطلاب أنه نعود على مدارسنا كما يجب، مع كل الأسى والحزن اللي ممكن كأساتذة أنه نشعر فيه. ولأهمية التعليم بحياة طلابنا أهمية كبيرة، أنه مش ممكن يتوقف، أهميته لحاضرهم ولو مستقبلهم ممكن يكون واحد من البدائل اللي هو التعليم أونلاين، التعليم عن بعد ولو لفترة وجيزة لحتى نعوض هالخلل اللي سببت فيه هالأحداث.